سبيل المثال دكان فلاح، وهو الناس تعودوا على انهم يقولون محل فلاح، شركة فلاح. انا عارف انا المسمى هذا يصير بين المتسابقين وبين عشان يعيش الجمهور هذا، لكن هو بالاساس متجر محل. معليش، تاثير قناة بداية وجمهورها العظيم والكبير جدا، لما انت تركز ثلاثة شهور وانت جالس تقول دكان فلاح دكان فلاح دكان زي الهاوس دكان. قبل كانوا يقولون هانجر هانجر، فجأة هاوس ايه هانجر. ليش هانجر؟ صدق هاوس الصالة الرئيسية صح هانجر، وانا عايشين احنا. بس والله فكرة حلوة، ممكن نسميها ساحة الدكاكين ولا الدكاكين القرية؟ ساحة الدكاكين. دكاكين القرية. دكاكين القرية حلو. ايه والله حلو. مدير السوق نعطيه اسم بعد. طيب تخيل لو كان اسم فقرة ميزادك. طبعا بالمناسبة مش مقتنع بالمسمى هذا، يعني سمه المزاد ولا سمه مثلا، لا ما بتزبط، قصدي مسمى الفقرة الدكان. حلوة. اسم الفقرة الدكان. والله فلاح أشكرك والله على الفكرة. شكرا. أشكرك والله. هذه ميزة ناصر الحربي. والله تعطيه حاجة أنت مثلا لوليدة اللحظة كذا يتفرع معاك يطلع من الفكرة 7000 فكرة. عشان كذا احنا الله يطول عمرك حبيبي. مدير السوق نجيبه شخص كوميدي وعملي. يس اوكي، يكثرهم الحمد لله، يعني ما شاء الله نجوم واجد. راكان الملاهي خلوه يقدم الخيمه ومؤتمر الجمهور عبد العزيز بن سعيد. راكان اي مناسب للخيمه صراحه. يس، مع الخيمه تحتاج معارف ترى صح، علاقات. دقيقه أبسط الرد عليك. لا جتني رسالة مرة قوية واضح. لا أنا بشوف حاجة. دقيقة. يا خالي. خالي ها ها. إيش السالفة؟ ليه؟ عطني السبب، ما لي دخل، انت مطلعت فاصل ليه؟ في احد جاب عيد؟ العيد وين؟ لا لا، في احد دخل علينا؟ لا ما حد دخل علينا. لو في عيد انا قول لي مخرج تكفى، والله اخذني الفضول والله ما قلت شيء، مستحيل مرات. اوكي ايش شنو اشكرك فلاح. تحط عليه فلاح، لا تصير غبي لا تصير غبي. حنا طلعنا فاصل عشان ما يدرون الجمهور، انت سألني تقول وشو احنا طلعنا رجعنا حنا. قصدي رجعنا. طيب ارسل لي سوي شيء. والله لا اكتب لك، والله لا ارضي فضولك. ما ادري والله لا ارضي فضولك. جيد انا ما ادري، احنا رجعنا لايف صح؟ خلنا نتفلسف، حنا ركينا صح يا فاهم الناس اني فاهم. شفت؟ طيب بعد ولا كنترول خلاص؟ أحس عادي. والله أشكركم على النباهة. شكرا. أحس عادي. لا لا صح. يعتبر حرق صح، يعتبر حرق. عاد أبو الحروق. من هو؟ أبابا مسوي الحين. والله ما هذه مشاكل عائلية. أبو المحا حرق الأخضر واليابس جت على. طيب فلاح، بتناقش وياك الحين على ايش الفقرات اللي تحتاج جرافيك. اتوقع كل الفقرات. لا. لا احمد الرحيم شوف احنا عندنا بس صغيره بس صغيره صغيره، اذا بتشرح شيء نكتب بالصغيره هذه. اسمح لي يا مخرج هنا. شوف عندك شغلات اساسيه انت اساسا بالجرافيك. اول حاجه الانترو الخاص بالفقره. ممكن يكون شارة لكل الفقرة ولا عادي؟ إلا حلو. إلا أسماء الانتروهات الصغيرة. طبعا هذا الانترو العام، وعندنا انتروهات الفقرات. أوكي عندنا الجرافيك اللي يشمل أنه تطلع صورته بالتالي وزي كذا صح؟ عندنا ون وندو. إيه عندنا تو وندو. تو وندو ممكن يكون عندنا ثري وندو عادي. حلو. أوكي عندنا اللوجو الصغير اللي يكون في زاوية هذا تحت. الكاشة جاهزة صح؟ لا لسه. أنا بسجلها كل احتياجات الجرافيك. الكاشات اللي هي الكاشة العامة.
العامة بالأسماء وزي كذا. يس. وكاشة الاتصال وكاشة السطر والسطرين. الصور اللي كانت تطلع بش اسمه فقرة المنعطف حق المتسابقين إذا ذكر اسمه. أيوة. بتكون موجودة في كلام اليوم. ذكر يطلع في. أي عادي عادي ممكن. فيعتبر برضو. نحتاج اسمها تندرج تحت الجرافيك صح؟ يس. أي برضو يعني حلوة. أنا شفت شكله حلو لما يطلع يفهم المت إنه هذا. لأن هو فيه جرافيك محيط فيه أساساً وأنت طلع عن طريق الإنكاب. أي حلو. ففيها جرافيك. طبعاً عندنا تايمر عام. لازم يكون في تايمر عام للفقرات. تمام. طبعاً ناصر بس بقى شيء هذا. أمي تسألني دائم عن المصطلحات هذه. أوكي. أشرحها. أنا أقول لك. أشرحها. شو اسمه لا. إيه عادي عادي. شو اسمه. الله يحفظك. الجرافيك. تقول وش الجرافيك وش المدري إيش وش لا لا. الجرافيك. التصميم. التصميم هذا إيه؟ يعتبر جرافيك شوفه التصميم ايه اللي يظهر على الشاشه بعض الناس برضه عندنا هنا هذا يعتبر جرافيك اسمعني ما جرافيك او التصميم يعني خليك مثقف الله يحفظك ويخلي لك اللي هو الرسم 3 دي عموما تمام الانترو اللي هو مقدمه الفقره اللي بالبدايه الحين قبل لا نطلع زي الاعلان لها ما يجي جرافيك كذا متحرك طبعا الشرح هذا للامهات اوكي لا ترون لا ترون على الفيديو المتحرك المرسوم رسم أيه. بعدين يطلع مثلا اسم الفقره أيه. مؤتمر الجمهور هذه انتروهات الفقرات الويندو الويندو النافذه أيه. اللي يكون منها المقطع يكون فيها صور يكون فيها زي كذا التويندو لما ناخذ مثلا في فقره النقد كاميرتين أيه. شخصين واحد هنا الناقد هنا يهز هذا وهذا ايوه يكون مع متابعه زي كذا هذا التويندو أيه. يعني أيه. نافذتين او شاشتين ثري ويندو ثلاث نوافذ أيه. برضو كمان في حاله في حاله هو يكون عندنا اي بس الاستوديو ما سوينا فيها صح هو يكون عندك ستاند باي اوكي للاحتياج لانك ممكن احيانا تحتاج مثلا على سبيل المثال اتصال ولا شيء نبي نطلع في فكره نعرض ثلاث لوكيشنات بوقت واحد ان في قصص موجوده صح تمام ففي متسابقين هنا وفي متسابقين هناك وفي متسابقين في الساحه الخلفيه مثلا اطلع ثري ويندو انك توري المتسابقين وهم موجودين عادي فثري ويندو عموما يكون موجود ستاند باي يعني احتياطا بس اللوجو هو اللي هو الشعار شعار صغير الكاشات اللي هو الشريط اللي كل شوي يطلع هذا اللي يطلع فيها الكتاب فاصل بسبب كذا ويطلع فيها الروحات كله التايمر اللي هو التايم التوقيت الوقت الهاشتاج والساعة هذه اللي تظهر على الشاشة أساسا بس أنا مش هذا كلامي على جرافيك أنا كلامي على الفقرات هذه تنطبق على الفقرات كلها تمام كاحتياجات لكن أتكلم إيش الفقرات اللي يحتاج لها صنع جرافيك من البداية تمام فعندنا بيت الحكمة أنا أشوف إنه ما يلزم ولا يحتاج أي غالباً أي ما في مسابقات ما في كاشات ما في حاجة زي كذا خليك من اللي فوق أنا أتكلم عن الباقي عندك المطبخ ضروري لازم طيب المطبخ ممكن يكون فيه جرافيك المقادير تنعرض وكذا جرافيك المقادير تمام طبعاً هذا ترى كل تفكير بصوت عالي جالس افكر في ان نسوي جرافيك المطبخ مش هو المطبخ يس الفكره جت في بالي الحين احنا عندنا مجموعتين صح تخيل هذه الشاشه تمام هنا المجموعه هنا المجموعه يكون فيه مربع يمين وفي مربع يسار مكتوب فيه 500 وهنا 500 اللي هي قيمة الطبخ طلب الفريق الأول الطباخة اللي بتساعدهم مو تنقص القيمة؟ ايه تنقص تنقص القيمة هنا فتصير 300 مثلا ترى التفكير بصوت عالي أنا أفكر بصوت عالي تخيل طلب مرة ثانية طلب مرة ثالثة طلب مرة رابعة ما يعرفون هذا مخبى عنهم هذا للجمهور أوكي هذا للجمهور تمام؟ فيطلع هنا صفر ترى فكر صوت عالي حلو هذه نقاط المتسابق ولا الشيف مسابق صح هي المتسابق والشيف ايه بس الشيف يشوف هي الشيف يشوف ايه انا عارف ايه فجالس افكر لو بنطلع بالطريقه هذه تكون القيم متفاوته ما تكون القيم ثابته المتسابق ما يعرف مره 500 ولا 300 ما يعرف كم قيمه الطبخه هاليوم ايه وما يعرف كم الخصومات فممكن تكون القيمه متغيره مره حلوه الجمهور بس ما تكون نحط حد انه ما ينزل عن اقل من كذا اي انا اقصد انت يوم من الايام مثلا قيمه المكالمه تحطها 100 ريال
وقيمة الجائزة النهائية 700 مثلا، وممكن مرة تطلع مجاني يعني. وممكن مرة نقهر المتسابق الثاني خليه يموت ليه جابر مجاني ولا لا؟ اي بس هذه ما تكون ارتجالية في نفس الوقت، لا لا يعني لا لا تكون, تكون موجودة زي الخيار ويطلع لك مثلا زي كذا، فهمت؟ حبيت فكرة ان القيمة متغيرة. حلو، ما ادري الجمهور شاركونا عن طريق الهاشتاج، ايش رايكم؟ قيمة تكون متغيرة ولا لا؟ ولا ثابتة ولا؟ افتح الفلاح الهاشتاج عندك. طيب الخيمة حسها تنفع العدل. خلاص خلصنا من الخيمة، خلصنا خلصنا من الأسماء، لا زالوا يكتبون أسماء إلى الحين. الله يرزقني فضاء والجمهور راكان ملاحي والله. ناصر يقول لك التايمر اللي هو تايمر، شرح واضح أكثر من كذا ما فيه. التايمر هو التايمر رش. التايمر التايم يعني أقصد. فهمتوها يا أمهات. طيب ناصر يقول صراحة ناصر هذه ميم المهري، تقول صراحة ناصر الحربي شخصية معلم إنجليزي يحتاجونه بالجامعات، واضح أنه بيدخل معلومات غصب، بيدخل معلومات غصب. لا والله شوف أنا أتعمد أنا أتعمد بالشرح على اللايف إني أكون بسيط بقدر المستطاع، لأن كثير من الجالسين يتابعون مش متخصصين بالإعلام، فلا بد إنك توصل لهم الفكرة بطريقة سهلة زي الأمهات في ما يعرفون. إيه بس اجتماعات أكثر فئة يعني اجتماعات هي تلبث، بشرح لك كذا أقول لك تايمر هو تايمر. ما راح أقول لك. طيب يقول لك لمة الجمعة عبد الرحمن العزيزي كويس والله ونعم. عبد الرحمن جيد بالعلاقات لكن بتقديم هذا. طيب هنا نقول جرافيك قيمة المطبخ أو قيمة الطبخة، قيمة الطبخة إيش رأيك؟ جرافيك أو حلو تمام. هل نسوي جرافيك لإعلان الفائز؟ طيب يعني هي مثلا اليوم قيمة بكرة تصير قيمة حنا حاطينها. يس. ليش ما نحط زي لا تكثر السالفة تصير مثلا نفس البوكسات أو هذا يختار أي رقم والرقم هذا يطلع لك قيمته. اللي سويناها في سويتوها ذي اللي سويناها في برنامج الاستوديو فقرة فقرة زيادة الشهري اللي كان يدور 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 في قيم طق تطلع قيمة بالوسط تذكرها؟ كنت معنا بالاستوديو صح؟ اي صح انت معنا بالاستوديو. لا لا ما عليك الكبر شيء الكبر شيء. سلامات ما صار لنا شهرين بسم الله الرحمن الرحيم تونا مخلصين. طيب انت قصدك يكون فيه جرافيك متحرك؟ المشكله مكرمني طالع تعبتها مره خلاص. لا لا ويكرمني ليش ايش تنسى؟ امزح يا شو امزح انا مع تجحدني فلاح يعني الا ننشر مشاكلنا على الهواء عادي. انتم تقولون شفافين للجمهور. الاستاذ القدير منيب الحربي يقول اليوم فلاح متعلق. دقيقة لحظة لحظة منيب كان فاتح السماعة يتكلم معي، سمعت صوت فهد معيان وراء ينادي واحد يقول والله انك مفصول. مين اللي مفصول يا فهد؟ هو ما يدري انه طلع برا المنصب ما في مدير عملية فصل الكنترول كله يعني. من اللي جالس يقطع الحين ومن اللي جالس يخرج قلت ترى عام بالزاوية انت. طيب ارجو من الاستاذ عون ابو مطلق انه ياخذ فهد لا يرميه عندنا هنا، يرميه بالشارع. ايوه من فوق بعد لا يفتح. هذا رجاء وطلب خاص لك يا عون. طيب اقول لك تكون يعني انت حظك قلت تطيح على قيمه كويسه، ما تطيح على قيمه كويسه بس ما تنزل عن قيمه معينه يعني ما تنزل عن 500 مثلا. طيب يعني معناها 300. انت تحط جرافيك قيم متغيره. طبعا هذا كله تفكير بصوت عالي يعني ما ينزل عن 300 القيمه عشان ما نبخس حق المتسابق. لا لا ما تنزل ما تنزل ما تنزل عن 300 مثلا وما تزيد عن 800 او 1000. معناها لو طلعت قيمه الطبخه عندك 800 ممكن برضو يخصم 20% لكل اتصال. ممكن تطلع لك قيمة اللي هي الأساسية مثلا اللي نعرفها تكون مثلا 500 أو 300 ولكن ما يطلع لك قيمة، يطلع لك هي القيمة نفسها ولكن معك اتصال مجاني زيادة دقيقة أو خمس ثواني ولا أي شيء، فهم؟ طيب لولا تقول طفوا خلفية رصيدك، إذا سكتوا شغلوها. أستاذ منيب الموضوع عندك في عن طريق الهاشتاج يقولون الشارة الصوتية تنشال وبعدين إذا سكتنا مثلا يكون فيه يرتفع الباك جراوند.
يقول عشان تعيشون فعاليات جوز رصيدك. منيب استاذ منيب، احنا نسمع كلام الجمهور. صح، احنا طالعين عشان الجمهور. كفو استاذ منيب، اشكرك شكر عظيم، مع ان والله اشاره رصيدك كانت معطيتنا جو، معطيتنا روح. روح جميل جدا. بس اذا كان فهد موجود والله ما اسمع شيء. ما اسمع شيء. اسمعك احيانا في بعض الحوارات يكون في لحظه صمت. يس. زي هذه. الله يبيض وجهك يا منيب، والله انك استاذ، الله يرفع قدرك. الله يسعدك. يقول تلبية لرغبة الجمهور. طيب بسمة تقول أنا أشوف أن القيم متغيرة أفضل. هلا وسهلا، مرحبا. عليكم السلام. مسرع غيرت ما شاء الله. هلا عزرا مقامك. خلصت الاجتماع، رحت بسرعة أخذت شاور على السريع، بدلت وجيت. ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله. كل ما شاء لو أنه أنت جيت أسأل جاء الله. علوكم. يا مرحبا، شو أخبارك؟ كيف الحال؟ ساكم طيبين؟ وحية. شو الأخبار؟ كيف الأمور ناصر؟ الأمور طيبة. كيف الاستعدادات؟ إحنا جالسين نتناقش في نقطة. إيه. الجمهور يعني أيدنا على الفكرة متغيرة أفضل. بصراحة الفكرة جميلة وتكون متغيرة. اللي هي إيش الفكرة؟ متغيرة أفضل. حكت المطبخ. المطبخ إحنا جالسين نتكلم وش الجرافيك؟ شوف الجرافيك هذا للفقرات ككل. بس نتكلم على وش الفقرات اللي موجودة اللي ممكن يحتاج لها جرافيك. جرافيك المقادير، جرافيك قيمة الطبخة. ايش قلنا؟ قلنا تخيل هذه الشاشه، تمام؟ تذكر القيم اللي سويناها في برنامج الاستوديو مع زياد الشهري، اللي كم قيمه المواجهه؟ ايه، جرافيك متحرك متحرك، بعدين تطلع قيمه بحيث انها مثلا ما تنزل عن 300 ولا تزيد عن 800. ترى هذه فكره بصوت عالي يعني. فيكون في يمين الطبخه او في يمين الشاشه ويسار الشاشه القيمه اللي طلعت مثلا 800، تمام؟ وهنا 800، فتكون مخفيه على المتسابقين ما يعرفون. فكل ما يطلب اتصال يخصم 20%، هو ما هو عارف اصلا كم القيمه. برنامج عادي. جوالك عام؟ طبعا. لا لا لا، رد على الهواء بعد، رد على الهواء. تفضل تفضل، رد على بعد. ها؟ انا قاعد اسمع يعني المايك. ها؟ المايك. المايك انا قاعد اسمع هنا. الله يسلمك، وانا فخور جدا فيك يا قلبي. هذا يطلب دين؟ يطلب سلف؟ ها؟ الله يعزك يا راقد. الله يسعدك يا رب، احنا شركاء نجاح، الله يوفق يا رب حبيبي. انا الله يسعدك، امين يا رب. هلا وسهلا. ترى صدق خلصت مع مقدم مؤتمر الجمهور؟ والله لا تعلن. حظ. بكره بيجي يوقع. اي يجي يوقع. ما 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 بكره بيوقع. ما 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 بس ترى الغينا منصه التوقيع، بوقع هنا. اي وقع هنا، ما في اي. خلاص بكره ان شاء الله يوقع. استاذ سعود هنا ترى اليوم الايام ذي تخصص التوقيعات. اي طيب، بما ان يدك اخذت على التوقيع وقع لي شيك سعود 50,000 ريال بس. سعود انا ما اقدر اكمل. علي الحرام تحتزم يا والله انك وحش، والله تحتزم. والله انك بطل. بلا جيب دفتر شيكات. ما عندي شيكات. لو عندي دفتر شيكات انا عندي. تبي كاش؟ انا عندي بسياره. تبي كاش احول لك؟ اجيب لك؟ صدق والله احول لك. ها خلك كاش مو بجد. لا 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 كنترول. لا 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 روح. فاصل علي والله تطلع فاصل. طيب اسلم الفكرة. لحظة لحظة، أنا ما أقدر أكمل لين تعلمني. اكتب، علمني مين أشوف أشوف. والله اسم قوي. الله صراحة مبدع جدا. والله اسم قوي. كنترول. خذوا خذوا الاسم، خذوا الاسم. والله إني خطير. خذوا. والله إنك وحش، والله إنك وحش يا سعود. يلا يستاهلون. كفو والله، والله انك كفو. طيب كيف الفكره؟ اصبر ثبت ثبت خليه يجيبها. راح اسوي بيع جماعي. سعود خيمه. ها يا اخي جاني كومنت هنا عجيب. اللي هو واتمنى منك الانصاف. اللي هو شوف ناصر الحربي ما شاء الله لا قوه الا بالله، مبدع بشكل وعنده افكار حريقه. اسمع ايه، بس الاوتفيت عليه ملاحظات. والله هم صادقين. حسبي الله ونعم الوكيل. والله يا ناصر لبسك قسم بالله العظيم هذا بدل ما تجبر. خلاص كنترول، خلي يعرفون الجمهور سبب. هذا بدل ما تجبر بالخواطر. ايه 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 عندي خبر بس متاكد نفسه. انا عارف 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 الاسم متفق عليه. الاسم متفق عليه. طيب نسلم. القيمه ما القيمه؟ القيم تكون مخفيه على المتسابقين، في كل يوم تكون متغيره، فيصير المتسابق يطلب لا. الاتصال بعد طلب. ليش؟ ايش الظلم؟ انت وحظك يعني. احنا ترى مش ارتجال. ما ننزل قيمه ارتجال.
انت وحظك بالكنترول تتحرك هو يطلب ستوب وقف بس طلعت يعني اتكلم من 800 الى 300 مثلا ايش الهدف منها يعني هذه قيمه الجائزه ولا قيمه المضافه على الجائزه لا قيمه الجائزه بعلمك ليش بقول لك ليه بقول لك شو الميزه اللي فيها طبعا انا ترى مش متمسك بالراي هذا هي فكره عابره الميزه اللي فيها انه يطلب الاتصال وهو ما عارف كم يخصم عليه الجمهور يشوف هو ما يشوف طيب ايش راي الجمهور راي الجمهور انا قريت ثلاث كومنتات تقريبا يقولوا متغيره متغيره لكن يعني لكن انا عندي والله تحف بعلمك في ثغره هنا تعرف ايش الثغره الثغره ان المتسابقين لانه ما يعرف كم قيمه الخصم ممكن ما يطلب يخبص بالطبخه يقول ما بطلب الاتصال بس انا اقول خلها ثابته يعني ممكن تصنع اثاره بطريقه مختلفه بس مساله انك تحط لنا القيم متغيره ما ادري انا قلت ممكن تكون داخلها مزايا طيب. مثلا يطلع له اتصال مجاني حاله طيب. هو هذاك ما يطلع له انت حظك انا عموما هي فكره هي فكره عابره تمام خلنا ندرسها بشكل كويس انت تمت ما تمت عادي ما في مشكله هل نحتاج جرافيك لاعلان الفائز فائز. انا ماني مع المطبخ بالنهاية بيعلنها المفترض خالد يسجل عمل فرائحي أو سجن حلو يعني كانت حقتي على السجن ودوه كانت حلوة صراحة طيب هنا عندنا شارات أرسلتي فلاح للمتسابقين علمتهم أنها سرية أي أحد وعيد وشديد جمهورنا شركائنا في أي أحد يعلن أنه متأهل معنا يلا تعطونا حسابه عشان نلغي تأهله أي والله شغلوا دبابيس تكفون ما عدا الأربعة اللي عاد أعلن عنهم حتى الأربعة لو تكلموا معلن تقول إنهم متأهل ما تكلم لا يتكلمون خدع عززت لك طيب الشارات صوتية للفقرات شارات صوتية للفقرات هذه أوكي لكن أنا قصدي إعلان الفائز لحظة إعلان الفائز بالمطبخ ما يحتاج جرافيك بالنهاية المقدم هو اللي بيعلنها إيه خلاص فائز في نهاية الطبخة المجموعة اللي فازت هي مجموعة فلان الفلاني مع الشارة الصوتية وارفع صلى الله وسلم طيب نكون كذا فاهمين غلط يقولون وين الديوانية ليش لغيت الديوانية الديوانية صارت الخيمة صح؟ موجود هي الخيمة الديوانية صارت الخيمة يا جماعة هي الخيمة إيه؟ طيب عندنا هذا فيما يخص المطبخ بنتكلم عنها الآن بشكل أوضح وبنبين اليوم لاتفاقيتنا مع عقد الاليوم خلاص انزلت إيه؟ زالت موجودة بحساب القناة أما تويتر إيه قبل 25 دقيقة أما نزلوها إيه وأنا مسوي نفسي إيه أنا أقول لك أنا مستغرب وأنا مسوي نفسي حافظ أسرار القناة أنا مستغرب كل قاعد أهددك بعد مرحبا ويلكم منور أم الدنيا يا أبو معيان أي على الهواء فهد سؤال غريب الحمد لله طيب شلونك لا والله شوف الجاكيت منزله هناك الجو هنا دافي خامته حلوة افتح المايك يا غالي جوي وأجوائي يعني أنت مسبب إزعاج بالكنترول وعلى الهواء مسبب لنا إزعاج إيش وضعك يا فهد وينك ما جيت اليوم فين كان عندي عمال كان عندك عمال طيب وش فيك عقد الحاجبين يا تيجي مسفهل يا أخي جاي مكشخ وريحة العطر ما شاء الله سالقته هو والله مو بريحة عطر فاهم رايح معرض العطور بالله والله والله رحت روشت انا استغربت في معرض العطور هو دائما يشرب العطور بس وجد يعني رايح معرض العطور ومجلس اتفاقيه تكون انك انت مشغول ما طرت عندنا خاف فيكم كفايه يعني خلاص لا غاب من الناس جديد الليل اخر ورا يعني ايش ترجم الناس ما يعني خلاص فيكم كفايه طيب وش فيك عقد الحجم انت الحين الله يا اخوي يا اخي ترى ما احب الشخص اللي فيه طاقه سلبيه ترى يشر الطاقه السلبيه بالمكان اجا جيت طيب جواله اسحب عليه اسحب خلينا نكمل سوالف انا السجن اصبرنا في درجي لك مجار السجن ابغى صيح صيح براحتك اطلع اطلع هناك بسرعه 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 شفت توم وجيري اي توني بقول يوم ضرب رجلها الباب مسك كذا طلع هناك بسرعه السجن عندنا لازم جرافيك السوشيال ميديا الفكره اللي تكلمنا عنها جرافيك السوشيال ليش بيصير اللي يروح للسجن مع صوره ابو فهري وش جرافيكس حق ايش ما قلنا جرافيك يطلع على الشاشه اللي فيه حسابات السوشيال ميديا متغيره كذا بعدين اذا وقف هو يعطي الرقم يقول مثلا اذا حققت 5000 ريتويت مثلا ولا 2000 ريتويت ولا ايا يكن تطلع من السجن اي هذا حق السجن قصدك اي انا خلصت من هذه فوق خلصت منها المطبخ خلص حسبت جرافيك للسوشيال ميديا لا هذه خلصت منها ناصر الحين قلنا احنا ما نحتاج جرافيك للفائز حق المطبخ لا
لما يسوي لا 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 حق السجن جرافيك ابو فهري شنب جنبه اللي بينسجن الى السجن فلان فلان الى السجن هو هو, هو على الهواء جرافيك والله هو على الهواء كفايه ترى عشان تكون بالصوره ترى عمل الجرافيك ترى يحتاج فتره طويله حتى قلم يحتاج وقت طويل جدا والله طيب عندنا لمة الجمعة ما يحتاج البرايم جرافيك البرايم ما في جرافيك صح؟ إلا الأسئلة عندك إيه الشام تكون نفسها حق تسد رصيدك إيه الجرافيك حق الأسئلة العامة طيب و مسابقة تسد رصيدك هي نفسها يس لا بجي المسابقة تسد رصيدك طيب المرحلة الثانية مرحلة سحب النقاط سعود أنت قبل شوي تقول على أساس أنا تغير قلت لك بالرحمة ما هو تقعد تمسكها عليك يا أخي كي أسلوب الأوراق ذا حلو أحسه صح؟ نسولف الجمهور ما يعرف فهد يا أخي عطني حاجة واحدة في حياتك كويسة لا وجه كويس ولا خط كويس ما فهمت الإمام الذهبي رضي الله عنه غفر الله لا كان خطه شيء طيب ولكن يا إمام الخط صح؟ الخط إيه؟ ولكن يا إمام الخط جيد لا ينم على عقل الكتاب نعم. فكان رأيه رأسه أفضل من كتابته يا سلام ممتاز لكن كلام جميل فهد طيب الخطاط ما ما, ما هم بس يكتبون ها فهد انشغل فيه عشان الكتابة بالعلم بالعلم يلا عطنا من علومك تفضل يا غالي انت عارف اني 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 عالم مصري وفريد عصري واني اني عالم ايش عالم مصري وفريد عصري ومميز في جيلي ترى اللي يخطم زين يحسبك عندك عالم مصري يحسبك من مصر كود بي دي ون يسهل حياتك ويضبط لك أمورك لك ولك أفخر الطيب الطيب والعود والمنتجات اللي تجمل حتى صحتك ما نسيناها مع هالشاب وحتى أطفالك وأفراد عائلتك نضبطهم مع جزل والكود نضبطكم بأكثر من 6000 منتج في متجر بي إل وحتى في المطاعم والكافيهات منيوهات ما نساكم ومع بات سويتس تحلى الجلسات فواكه مغطاة بالشوكولاتة البلجيكية بي دي ون منكم ولكم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين جمعية البر بجديدة يدعونكم للمساهمة في أوقافهم الموجودة في مكة المكرمة وهذا الأوقاف لها مصارف خيرية يدعونكم للمساهمة في هذه الأوقاف من أجل أن يستمروا في عطائهم اللهم أعطي كل منفق خلفا اللهم أنفق له وأرد له في ماله وفي ولده وفي صحته وعافه واعف عنه يا رب العالمين هذا يبغى له ذنين البيز ولا تكفي لا والله صدق أنا والله يعني صدق يعني سعدت جداً في اني كنت احد اختيارات المقدمين في مهرجان الملك عبد العزيز للابل وهالشيء هذا يعني اسعدني جدا من خلال مقطع صورنا سابقا فعسى الله يجملنا دائم هذا سهل طيب طيب نرجع جرافيك المرحله الثانيه خلاص نسولف في خلاص خلينا نسولف في امور الحياه يلا ممتاز والله العظيم كود بي دي ون يسهل حياتك ويضبط لك أمورك لك
ولك أفخر الطيب، الطيب والعود والمنتجات اللي تجمل. حتى صحتك ما نسيناها مع هالشاب، وحتى أطفالك وأفراد عائلتك نضبطهم مع جزل. والكود نضبطكم بأكثر من 6000 منتج في متجر بي إل، وحتى في المطاعم والكافيهات منيوهات ما نساكم. ومع بات سويتس تحلى الجلسات، فواكه مغطاة بالشوكولاتة البلجيكية. بي دي ون منكم ولكم. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. ما شفت شيء أعجب من الصدقة. الصدقة بركة على نفسك، بركة على مالك، بركة على أهل بيتك. كيف لو كانت هذه الصدقة في المكة المكرمة؟ كيف لو كانت هذه الصدقة على الأيتام والأرامل والمحتاجين؟ جمعية البر الخيرية بالجديدة بمكة المكرمة تدعوك للصدقة، فتصدق وقدم قبل أن تقدم. تقول يا فهد؟ شو يقول فواصل؟ احنا جماعة بس ترى مهم مظلوم فهد فيها صراحة فاصل. يعني عون يبدو انه مستقصد فهد. ايه وفي شخص انا واضح من بدري. يعني انت في كلامك تقنعني فهد انه مرة كويس. هل كلمة فهد اخطأ فيها؟ لا لا اتفق. الخلاص يسمعك فهد. فهد كلمته ما اخطأ فيها، ولكن هو اخطأ من راس الرجولة. لا لا مو بخطا بالعكس. فهد شوف، هو عندي ملاحظة على فهد. انا اليوم بكشفه. اوه انا بكشف فهد. تفضح. هو عنده أربع جمل حافظة يقولها في كل برنامج. أي أنا ابن وشو؟ لا 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 خلا طلع ترى لا ذي حقت مقدمة ذي كلام ما يستخدم. لا هو يقولها. لا أركزوا على فهد معيان ماذا؟ ألا لا يجهلن أحد علينا؟ فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا الأول. أيه أوكي ممتاز. تمام الثانية. الشيء. إيش الثانية؟ أصبر. الشيء الثاني. أيوة بوليتا. أيوة. تبي ظالم فكن ظالم. وعظمها عرفت. هذه الثانية. فهد رهيب كان يقول أول قالت العرب، بس يوم دققنا عليه حذفها. أيوة صار شي يقول قالت العرب كانت نصب، لأن أصلا لأن كل مقولات العرب اللي جالس يقولها فهد ما موجودة حتى في ما حد قالها ولا عربي. ما ذي جوجل، ما ذي جوجل ما يقرأ. لا 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 ولا في عربي قالها أصلا. أنا رجل مهتم بالكتب النوادر التي لا يوجد منها إلا 3 نسخ في العالم. نسخة عندي، نسختين عند 2 مدري منهم. أيوة هذا كان يجيب منها معلومات. طب ابحث أنا وما تلقاها. لا تقدر تكذبني تقول ما هي موجودة. أنا أبغى أوصل الاثنين هذول وينهم؟ ما تقدر. هذه هنا سر المهنة، هنا سر المهنة. إيه ثم جاء إيش؟ ثم عنده جمع. أنت بتوردنا المهلك. لا لا أنا برك خلي الجمهور يركز، ويقول دائما خلي الناس تركز على جانب. الثالثة ما هي؟ ما هي؟ يجي يسوي الجموع، جمع الجموع وجمع وجمع. يعني مثلا يجي يقول إيش؟ الجلسة هذه فاشلة، والإدارة فاشلة، والمتسابقين فاشلين. وش يغير؟ تحديد الكل يسوي. لا غير كلمة فاشل. اليوم قال فاشل، بكرة شو يقول؟ فاشل. الإدارة سيئة، والمتسابقين سيئين، والعالم سيء. يعني كل الكلمات بالنهاية معنى واحد. هو لا عنده هذه كان المتسابقين الإدارة المقدمين. لذلك يقولون ترى أنت ما فهمت الفكرة من الموضوع. الفكرة هي بيبين لك المخزون اللغوي اللي موجود عندنا. لا ترى هذه ترى هذا اللعب على العقل الباطن. لا والله ترى الترديد على العقل ترى الباطن. ترى هذه فن من فنون اللغة العربية. لذلك يقولون أن أبو العلاء المعري دخل على رجل في المسجد فوطى رجله وكان أبو العلاء أعمى، فقال الأعرابي أجلكم الله من الكلب أجلكم الله الذي دعس رجلي أو وطى على قدمي. قال أبو العلاء الكلب من لم يعرف للكلب 70 اسما. فأنشد أحدهم قال التبري من معرة المعري، وذكر أسماء الكلب كلها في قصيده. هذه ألفاظ يعني بكرة بقول واحد يا محترم، بعد بقول يا ولد الناس، بعد بقول يا لطيف، بعد هذه كلها تتعدي لنفس المعنى. جميل. أنت مدحك هذا جالس توصل للناس أنه كويس. طيب ليش تسب؟
لانها سيء عشان سيء انا احيانا اقول يا محترم ايه ترى هذا في المذهب المالكي يسمونه القذف بالتعريف ايه عرفت يعني سمعت اليوم في احد اللقاءات المحامي ناصر الحجاج الله يسعده من الجهابذة الدكتور يعني نعم. يقول ان في احد الجنسيات العربية في المملكة العربية السعودية قدم قضية على رجل لانه على رجل قصيم ليه في القصيم دائما اهل القصيم يستلطفون الناس يقول ابن الحلال يقول ابوه يا ابن الحلال يا ابن الحلال في المذهب المالكي يعني اذا قلت مثلا فلان ايه فلان ولد امه مثلا فيرون انه قذف بالتعريف يعني انت تجيب كلمه تقصد عكسها يا محترم تقصد ان قليل ادب فقدم على قضيه قال هو يقذفني بالتعريف فأنا يعني نفس اللي يقول الله يخليك لهالك أيوة. لا لا دقيقه طيب هل القذف بالتعريف يؤخذ به شوف لا, لا لا في المذهب المالكي نعم لكن اعتقد انه في النظام ان العرف يسود لذلك مثلا كلمه ابن الحلال في القصيم لو جاني واحد قال لي ابن الحلال حاتي انت لو قلت لك ابن الحلال صح حاتي يعني تلقى انت تقول او على لا العرف اعتقد النظام هنا لازم يكون مباشر لا العرف لا لا في العرف العرف في النظام مهم في الحرام حتى في البيع والشراء حتى في مساله العقارات حتى في مساله الشركات حتى في مساله التجار العرف السائد شو اللي بين التجار مثلا لو اختلفنا احنا في برامج واقعيه مثلا او في الاعلام وما كان فيه نص واضح للاعلام واضح يروح القاضي لمن يروح للعرف ايش العرف بين الاعلاميين او الخبراء يسمونهم اي العرف خبير الخبراء حد يشرح ايش تسوون في العاده هذا هو الاصل اي نعم والله ما شاء الله عليك يا فهد ده ترى مو بسهل فهد والله يعني هل تتوقع اذا استلم قضيه انه يفوز فيها ايه فهد اذا كانت القضيه يعني زي ما تقول فيها مداخل ما بيخسرها فهد لان في قضايا خسرانه 100% لكن على قولتهم يدخل لاجل ان يخفف منها يعني في يخفف المده يخفف الحكم يخفف اما فهد فهو من جهابذه لو يسكر ازرار هذا يطلع ممتاز وش فيه انت شيك اكتشفت انا اكتشفت انك تسوي المشاكل واني احلها وراك. ايش المشكله الجديده؟ في مشكله جديده بعد؟ والله العظيم من يوم قلت لي يعني سنتين وانا ما فارقت هذا الرجل. شوف انا عندي ميزه. اذا سويت مشكله اسوي مشكله واحد يقدر يحلها. انا اسف. اذا سويت مشكله اسوي مشكله لا تقبل الحلول وخلاص. خلاص اذا كل يوم يعني اذا بغيت تخربها تعميها. بعطيك مثال في الاستديو مثلا صارت مشكله ايام الاعتراضات. ايوه. يوم سالفه بسام عشق. ما ادري فين كنت انت وسعيد ما ادري فين كنت المهم انا كنت سبب المشكله ايوه ادق على النصر وين كان ناصر الناس الدنيا قايمه قاعده اه اوكي في المنتجع في القريه قال ناصر انا بعيد بجيك الله يا ناصر كم يبغى لي نجي يبغى ساعه 40 دقيقه قد قامت القيامه يعني وقتها ادق على سعود وين ابو عبد الله قال انا راقد حل ابو محمد قلت والله ابشر بسعاد والله ايش اللي صار؟ وادخل غرف المتسابقين وقبعها في السدها مع المتسابقين كلهم واطلعهم على الهواء طيب سوى خربها رجع يدك تكفون بالله تعالى واطلعها واخربها وقلت لها اطلع الهواء اعترضوا يوم فسدتها معه اطلع الهواء واطلع فاصل كل كلمه بطلع فاصل الى ان ضغطت النار ضغط يوم تطينت الو قلت والله ما عاد تعال شوف تعال في الموضوع هذه يسوي مشاكل لها حلو بس لازم تقدر تصلح بس الله يقابلك يا فهد الله يطول عمرك نرجع موضوعنا ايش لا زال يستخدم اساليب ميلتونيه ويخاطب العقل الباطن انه حلال المشاكل وهو والله انه سببها كلها لو نرجع لاي مشكله انا تلقاني ضلع فيها لكن ما هي سبب لا سبب رئيسي بل اني انا من الحكمه والرويه اللي عندي احسس انه هو اللي حل المشكله والله انك صدقت عرفت والله انا مطيع والله انك صدقت ولا هو مضيع جاده يا الحين ناكبني في موضوع ناصر لو تدري عنه والله والله ناكبني في موضوع لا تعلم أرجوك والله يقلط عليها اعتبيني سنعها لا أنا سبب مشاكل بالله يا بعلمك هل تعلم رفيقك وخويك عرف من قبل لا تعرف لا إيش ذا الفطور لا تعرف من قبل لا تعرفه والله إني أعرفه من أيام برنامج شقتنا انفصلت معه لا سافرت معه لا جابينك بينه دراهم لا هذه كلها صارت بيني وبينه كلها يعني كلها بيني وبينه دراهم وانفصلت معه وسافرت معه ودمشق ترويه نزلت على طريق مقفات لا ترى قطرة نزلت حتى اوفر طيب هل تقاس العلاقة بالمواقف؟
ولا تقاس بطول السنين؟ انا اعرف من طول السنين يا سعود والمواقف اللي بيننا مواقف طيبه ومواقف ما شاء الله. شوف ما هي مواقف في المواقف زرع في الصباح في الصباح تقاس بالمواقف أيوة. الليل تقاس بال يعني الله انت ما عندك مواقف زرع انت يا اخي ترى سعود كذلك انتم فيكم صفه جيد ما تسوون مشاكل مع احد واللي تو سوت سمعتنا إيه؟ لا انا قلت انك تصنع المشكله ما تسوي يعني هي مشكله ممكن انك مشكله خربت سيارتي فهد اقول لك شيء لا انت تصنع مشكله مع احد اقول لك شيء ترى هذه ميزه اول حاجه انا مؤمن ان الحياه انها ما تحتم انك تعطيها اكبر من حجمها بمعنى كبر دماغك على قولة المصريين هذا في الحياه العامه فيما يخص الاعلام فانا اشوف انك لا تصنع لك عدو لانك ما تعرف لما تدور الدوائر من اللي راح يوقف معك فتخيل لك فكر طيب في كل مكان فلهالسبب هذا ترى ما هو معناها والله اني والله انا رجل ملائكي انا والله ما عندي اخطاء ما عندي لا لا يا اكثر الناس اللي يزعلون مني يا اكثر لكني احاول اني اتلطف ما اخسر احد احاول قدر المستطاع اني ما اصنع لي عدو نهائيا والله هذه القاعده في الحياه مهمه انك لا تصنع عدوات وانك تطلع من اي احد بذكرى حسنه وهذا اللي الحمد لله نسويه في حياتنا الحمد لله ما انت بكسبان من الحياه هذه الا الذكرى الطيبه وتاكد ان حتى يعني شخص لو كان سيء او صار بينك وبينه موقف سيء احرص على انهاء العلاقه بشكل جيد وذكرى جيده لانك لا تدري هل ستلتقي به مره ثانيه ولا لا هل اذا انت اخطيت عنه يسامحك ولا لا ايش قومك انت خلنا جيب 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 ايش فيه عندي موضوع لك تمزح اي والله تعلم ده وعيق خلني اشوف ما صارت يا ولد كل شيء يا ولد هذا كروش قسم بالله خلنا لا نقاش يفتح بس بلا اكتب كويس لا 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 رايك الصدق شوف الصدق سلام كاضافه مش اضافه فاهم تحقيق هدف فاهم الهدف في تحقيق هدف عظيم يا اخي فاهم بس اعطيك معلومه والله لست مؤمنا كلنا كلنا اطلاقا كل في الموضوع كلنا كل كل احنا كلنا متفقين لكن الغايه تبرر الوسيله تمسح صبر الله عادي لا هذه خلينا موجودين على طول عشان كذا لان بنتكلم عن الغايه انا ناصر تبرر الوسيله صح ولا لا كلامك سليم طيب ايش رايك كيف وين اكتب اكتب وين يا رجال الله يصلحه فهد ايش كتب ايش كتب قال وين علمته وين معك ايه لا غلط لا لا خلاص رايك كبر دماغك لا كبر دماغك اخواني كبر دماغك اخواني ترى سياسه والله سياسه محترمه والله لو تعرف من اللي تواصل معي انت امسك راسك بالله من عندك اكتب اعطيك اثنين منهم شباب ايش رايكم نطفي البث عشان ما حد يبكي علينا في تويتر هذه مواضيع خاصه فينا ايه هذه مواضيع خاصه قلت نسولف عادي ايش اللي صارت كلها وراك الله على بال ما تكتب موضوعك الأول. ايه حتى انا ما انت برصاحي اخذك الفضول وينه هنا هنا الثاني غير مستغرب الاول مستغرب قسما بالله هلا يحق المكر الشيء الا باهله اي والله طيب اسلم انت من الكاميرا ها ليش من مؤمن فيها كويس لا مش هذا لا يا اخي انا اول شيء سويت مستحيل اسمع سويت وجهي تغير على طول وجاني الفضول رحت افتح الورقه شفت وقت تعب لا سعود الاسم الثاني يا رجال كلمت المعد اللي قلتوا لي ذاك اليوم صقر ولا مين؟ لسه عند اخونا في الله وسويت كلمت اليوم في الموضوع صقر اعتذر والثاني الثاني باقي بدق عليه الحين عن طريق الهاشتاج والله يا بداية انها محظوظة في فهد معيان والله انه فعلا والله انه فعلا والله انه فعلا طيب اقول لك الصدق عادي يمسح يمسح اقول لك الصدق بس مسح والله انك مكسب الله يرضى الله يرضى من يقول محظوظة؟ ايه هلا منكوبة نعم شوف هي منكوبة شوف هلا والله بداية انه محظوظة في فهد معيان
لا لا غير صحيح، هذا حساب لا لا صحيح، هذا حساب فهد. إيه قاعد يغرد قبل شوي يضحك. سعود ترى باقي لسه في نقاط يرجع في ملفات والله العظيم انها حاسب فتح سبيكر يغني ولا حاسب فتح هذه عرفت اكسرها كلها ليه؟ اغني فيها لين تنكسر والله والله اني اغني فيها لين احرقها واكسرها تغني فيها تنكسر من صوتك؟ لا اقعد امسكها لين تطيح تنكسر وتلطم لين الدم طيب خذ الفازه هذه وغن بالله بشوف كيف ابي اشوف كيف تنكسر خذ يا مخرج بالله تكفى تنكسر على راسه ايوه خذ بالله تكفى يلا يا اخواني اللي ما جربها ورع كذا بسم الله قلت كانه فاتح سبيكر لا 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 يا لا 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 يا لا لا ما قد الله يا زيد يا اخواني تدرون ليش سعود جابني هنا عشان اعبي هواء معه ولا ترى ما مني اي فايده لا لا مو بعبي هواء انا اليوم جايبك عشان الناس يعرفون حجم الصبر اللي انا وصلت ما هو صبر انا معترف بها انا حاطيني مدير عمليات مقادره مقادره لا فكر ولا شارك والله العظيم يا فهد تذكر اول ما دخلنا القريه قلت عليك الفكر وعلي المشاكل ارقد اسمع من المشاكل ارقد خل الناس يعرفون حجم صبري انت تخيل تركب معي السياره تروح معي تروح اماكن عامه تروح تلف الكرسي وتجلس في حجم معاناة أنا أعيشها ما حد يشربها في العالم. سعود أنت كيف صابر عليه؟ تعلمت الصبر خلاص. والله. إيه هذه هذه الحسنة. لا إله إلا الله حتى الدبان ما سلم منك. الله العظيم. عندي سالفة بغيت تطلع واصل ثاني. لا الله يرحمك. هربتها. شغل إشارة المنعطف يمكن يهدأ فهد في سالفة في سالفة مهمة صدق بستشرك في واحد بالله بستشرك في واحد يا رفاق ما صار استمعي لا خلاص احنا نقفل البث نقفل نقفل البث بستشرك في واحد يقفل نقفل البث اكتب هو بس يحتى كذا اقول لك كذا بستشرك يصدق تجهز حصل جرفك قلت خلص والله يا اخي عندي ملاحظة اقدر اقولها على هون هذا يبي يشارك ولا يقدر يشارك سعود الموضوع طبيعي موضوع ذاك معجبني ها؟ لا يا رجع شوفونا بقعات صوعك شافوك شافوك خلاص اسكت طيب المسابقة حقت يا أخي ترى يبغى لنا واحد خامس في النقد والله لا الأربعة كافي يا أخي ساعة صادق انت خمسه ما يمديكم تسولفون مكالمه مع الغامدي ما يمديكم تسولفون بالله بتكلم على الغامدي روح هناك عشان يفيدون صلاتك وسولف معي طيب جرافيك الاسئله لابراهيم والمسابقه صناديق المسابقه ناس منكم متعقدون مسابقه طيب ناس رصيدك بعد اسمع زي الموسم اللي راح كانت معقده يا وشي. شيخ مره وشي. لا 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 مسابقه زد رصيد والله انها كانت حلوه والله معقده قسم بالله انها والله يا مره اني حللتها ما ادري من ابغى حاج عيني فزت عليه لا لا ما فزت عليه والله اني فزت عليه اللي حجته فهد لا كان في مساله نقاط وفلوس بس اي بس ناصر اختصر لك الموضوع كيف تصير؟ هو سؤال يوجه للمتسابق جاوبت او ما جاوبت افتح الصندوق انزين في عندك صناديق فتحت الصندوق القيمه اللي موجوده فيه صح يس يعني ممكن اخطي في السؤال يطلع لي 500 زياده ضبط يس وممكن اجيب السؤال يطلع لي 800 قيمه السؤال اذا جاوبت مبروك عليك 300 اذا اخطيت مخصوم عليك 300 او صفر ايا يكن يعني وش ما كانت المرحله الثانيه مرحله صناديق الجميع مر عليها اختار رقم صندوق رقم كم رقم 6 فتح صندوق 6 بوف خصم 1000 ولا موجب 1000 تجمع بالنهاية خصم 300 مع الموجب 1000 طلع لنا 700 موجب فهمت الفكرة؟ إيه سهلة واضحة وفيه غير كذا في هدايا داخل الصناديق يا سعود صدق شرحت مكالمة 24 مكالمة زيارة صديق وجبة مجانية بترجعون كبيرة؟ إيه يا أخي ترى كان عندنا خلل في صديق الماضي كنا نسرح الاتصال وقت البث كنا نسرق والتلفون شغل الاتصال وقت البث يعني ينفصل اذا طفي البث ينفصل نوقف الاتصال بعد انتهاء البث اللي بيكلم يكلم وقت الهواء يا اخي تكون مسؤوليه شؤون المتسابقين بعد لا الحساب على صاحب الكابينه
بس يحسب الاتصال. لا بس احنا في الاخير عرفناه. بس دقيقه شوف بس في ثغره هنا يا سعود. اللي هي الثغره انت خويي بعدك تكلم 24 ساعه. بخصمها من حسابك. نحسب عدد الدقائق اللي تم الاتصال من الجوال تمام اللي هو رقم التليفون ونحسبها خلال الاسبوع. طيب ليش ما نرجع على الفكره القديمه اللي بياخذ الجوال ياخذ الجوال يكلم فيه؟ لا خل الكواليس، لا خل عيش القصه مع الجمهور حبيبي. تبي تتكلم هل تكلم على الجمهور؟ طيب تبي معلن إذا ولا مخفي؟ اذا كان الصوت معلن مقابل ومخفي مقابل، يعني يكون مثلا 100 ريال على الدقيقه والمعلن 50 مثلا. ايه بالضبط. والمعلن مو بشرط يطلع ترى، يعني ممكن ما يطلع معلن لان في قصه ثانيه انا بروح لها، بس انت في الاخير قايل لي معلن يعني اذا بغينا يعني ما عندك مشكله. يس إيه؟ فهمتك. طيب وش المشكله اللي عندك انت يا فهد؟ كان اولا كان يتصلون بعد الهواء، ثانيا كان فيه خلافات كثيره في مساله عدد الدقائق. عدد الدقائق عرفت يعني مثلا كيف اتاكد ان هذا دق اصلا 10 دقائق يا اخي؟ فيك يختلفون، لا ما دقيت، لا دقيت، لا ما سويت. في في شو اسمه يطلع هو شريحه اتصال. ايه يطلع بس انه يطلع اجمالي ما يطلع كل اتصال. طيب انت عارف الاتصال عدد دقيق وقت الاتصال ودقيق عدد الدقائق. طيب كان في فكره للاعداد تذكرها؟ الجرس الاعداد بيكون هنا بعيد عن كنترول. انا وياك كلنا نعرف انه ما بيكون هنا. لا 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 بيكون ناصر احيانا وقت محدد انهم موجودين هنا. اي متسابق يبغى يدخل هنا. طبعا ما يدخل هنا الا بفلوس. ايه يبغى يناقش فكره مع الاعداد، يبغى يقابل مدير السوق او مدير البنك يجلس هنا. طيب ناصر خلصت؟ يس. أنا ترى لسه باقي عند الجرافيك لازم أقفله. طيب يلا قفله. صناديق المسابقة وش بعد؟ فلاح وش رأيك تقلب الصبورة بس دقيقة؟ اقلب الصبورة دقيقة وشوف السكريبت. السكريبت العام. المزاد. جرافيك لازم جرافيك. جرافيك للمزاد. ترى ما قفلنا الفقرات بشكل كامل، لازم المقدمين يحضرون مرة ثانية نقفل معهم. أنا عموما ترى قد كتبتها كاملة بكل تفاصيلها تمام؟ لكن بعض التفاصيل أنا اجتهدت فيها من راسي على أساس أنه بعدين نسمع كل مقدم مثل ما قلت ونقفلها. لازم نقفلها لازم نقفلها اليومين. جرافيك المزاد. سلمان. نحتاج لازم جرافيك. إيه يس. عندنا واحد خامس في النقد. مؤتمر الجمهور، مؤتمر الجمهور الويندو صح؟ لا احتاج جرافيك بعد. احتاج جرافيك لان فيها فكره. والله بيكون مضغوط مره. ترى في جرافيك يعني المقادير سهله. التايمر عاده سهل ما فيه، الهاشتاج والساعه موجوده اساسا. هذه خل هذه اللي فوق، هذه الاساسيه. هذا اساس اصلا. هذه تحت الويندو 2 ويندو 3 ويندو هذه كلها جهزها مع الجرافيك العام الاساسي. مع الجرافيك الاساسي هذه البرنامج بشكل عام، انا اتكلم عن هنا. اللي تحت ترى ما في الا الاسئله طبيعي بيكون جاهز. عندك بس السوشيال ميديا المقادير و الجرافيك ترى ياخذ وقت يا سعود. مؤتمر الجمهور النمونيه كلام اليوم. انتاج جرافيك عندكم؟ خالي لا ما يحتاج. الو جرافيك نحتاج في كلام اليوم؟ اي عندنا. لا عندنا الجرافيك ذاك. عندنا اللي هو رياكشن المتسابقين لما تكلم عنه. اي بس ما هو صعب، هو صورهم الحاصل. اي صورهم على كروما ترسل وتحط داخل القالب خلاص انتهى. عندك غرف 5 سو 5 جرافيك كلام اليوم عرفت. انا عندي بس طلب في كلام اليوم، اتمنى انكم تاخذونه. يعني اذا بعضه يسمعنا بعضه يسمعنا، اذا تسمعنا اكلم الشباب يسمعك. انا يا اخواني ودي نحط الشاشه تو ويندو في السكرين. ما تضبط. كيف ده تضبط؟ لان شوف تضبط اذا كانت الكاميرا ثابته. هي كاميرا ثابته لا تكون لن يتحرك. لن يتحرك الا يتحرك. ما بيتحرك. قام متسابق حركت شيء هو. طيب عادي مثلا 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 في هو يقصد تويندو الطويله الشاشه مكسوره البرامج الرياضيه مثلا يصير فل سكرين. ها ايش يقول له بعضك؟ قال لي ايه تضبط خراط في وجهه. يقول فهد انت الحين في كرسي ساحب نفسك كيف يا اخواني؟ شوفوا ها جالسك ليه؟ ماني ساحب نفسي. لا تحرك يا اخي. ترى عندي يا ابو عبد الله امكانيات. ما عندي. تعرف ايش يقول؟ امكانيات ما عندي. تعرف ايش يقول؟ يقول التويندو اللي شاشه طوليه كامله فل سكرين
هذه تنفع للناس الراكدين استوديو المنظم متسابق واحد مش ثلاث متسابقين في بالكونفشن روم متحرك قول لك ما تعرف تسويها لا سهله سهله انه ما يعرف يسويها هل تعلم يحط على هل تعلم انها برمجه من السويتشر ما يحتاج لها جرافيك طيب برمجه يعني ما يعرف يقول لي بعلمه جاهزه بس جربناها فترة جربناها كنا بنطلع بها في الاستوديو كنا بنطلع بها لكن كان في عوائق عده اولها كثره الحركه انه مش برنامج انك تجلس ايضا لوكيشن نقد الساحه خلي علي الرقم دي يموت بالنسبه للخمسه لا غلط اربعه واجد بعد والله يا اخي ما بدك تكلمون كلمتين لما انتهي يا اخي اذا غاب واحد ثلاثه فهد يا انت تقول اذا غاب منا واحد إن ايش هذا مغلى يومني انا وياك هذول يا هذول يا شوف شفت الشاشه اللي صار فيها تويندو دقيقه ايه الصوت الصوت عرفنا خلاص يا بكي راح لو انك ساكت انت بالله عليك فهد بالله عليك فهد لو انك ساكت خلاص خلاص ليش تكسب نقاط ضعفك طيب هذه احنا عللها وكل العالم هذه 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 لا انت طلبتني بذي صح؟ ايه سألت قلت انا خاف من الله يا مسلم انت عندك خاف من الله انت سألتني هنا مو هنا طيب ما سويت شيء انت عندك خلاص لا ليه ليه رجبه 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 بكتب على سبوره رجبه ما تقول والله ما والله لا اكتب هنا لو ما تجيبها خلاص رجبه كلها يلا جمع يلا هذا كشف طيب ايش الفكره ناصر ايش كنت اكتب بالقلم دي هنا والله صح والله هذا قلم اسمه قلم دفتر يلا كلهم اثنين استنزل يا المتسابقين خلاص متسابق ما عجبني جيب لنا صفوره اللهم لك الحمد شغل سبكرات يا عم منيف طلع من الطريق ايه لو انه متحمل على نفسه شوي ما كشف شو اسمه اللهم لك والله اليوم الله نصرنا عرفنا طريقه سهله للتخلص من معيان والله اني مبسوط اني حصلت نقطه الضعف اللي عنده طريقه طرد معيان من اللوكيشن شباب يعني بكره المتسابقين كذا يروح اخليهم لحظه صمت طريقة اسمع الصيحة طريقة طرد معيان من اللوكيشن الله المتسابقين ايه قلم صبورة وورقة تنهي النقاش مع فهد هذا القلم وهذه الورقة تستطيع طرد معيان اللهم لك الحمد والله احنا اسفين يا فهد خلاص تعال لا والله ما نبقى اسفين الا الحمد لله رب العالمين الاخوان في الكنترول كل واحد يجيب قلم اول ما يدخل فهد خلوه يطالع بالشاشه فهد جاهم الكنترول اشغلهم اي خليه يسمع ارفع الصوت ارفع الصوت بابا ارفع الصوت اسمع الكنترول طيب خلصت هذه جرب الكلام اليوم اللي هو حق الظهور طيب طيب جرافيك قيمة الطبخة هذه نتفاهم فيها فيما بعد جرافيك السوشيال ميديا حق السجن جرافيك الأسئلة هو جرافيك موحد للبرايم والمسابقة الصناديق طبعا الصناديق احنا قلنا قيم وهدايا تمام عبارة عن رمزية هدية فقط ويطلع وش الهدية عن طريق كاشا اللي هو وجبة مجانية سجن تمام زيارة صديق ما أعرف إيش بدل ما نحطها مثلا مظاريف ولا نكتبها كتابة من جرافيك على أساس نختصر الموضوع نحطها رسمة هدية جرافيك سلمان جرافيك مؤتمر الجمهور جرافيك كلام اليوم جرافيك كلام اليوم طب عندنا النومونيه برضو كمان صح؟ يحتاج الجرافيك وشو؟ النومونيه ليش؟ كيف تبي تسوي؟ حقة المغادرين الستة
بس الستة صح يطلع صورهم نهاية الفقرة. نموني. وعندك شيء ثاني بعد؟ وشو؟ تصويت. وين هي هي ليش عصا؟ ليش عصا؟ ليش عصا؟ ليش عصا يا؟ قدك. هي هي عون عون. لا 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 يا عون. قد كلمتك؟ لا. والله؟ لا. افتح سبيكر افتح سبيكر. يلا. شوف 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 شوف. عون وخر نفتح وخر بوب. عون عون. يا عون. شوف يلا مورقة وخلاص. اوووو كذا يعني لا تحل عندنا كنترول. شخمط ايوه. شخمط. قلم. ورقة بس تجيب راسه اسمع بالعادة تحك شو اسمه ذا يطلع مارد تحك ورقة ينهاش معيان تعال فهد فهد عون تبه بجيك 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 بيجي بيجي أنا قاعد فهد فهد سبيكر سبيكر إيه سبيكر سبيكر شخص سبيكر ما 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 فهد اطلع فاصل والله اطلع فاصل والله والله لو طلعنا فاصل والله اطلع فاصل والله يا بعد والله والله يا ناصر طلعت احنا هوا ما شوف صدق ناصر من يطلع فاصل متعمد من متسابقين مع السلامه بس اسمع يبيله يبيله صدق يا حركه دي قديمه يعني صدق من اكثر لا تعلم المتسابقين بالحركه دي لانه بيطلع عليهم الا احسن لا جاهلين يعني خلاص علمناها اسالك بالله العظيم انك ما تسويها خلاص اتق الله خاف من الله خلاص اتكفى يا ابو خاف من الله خاف من الله ما تخاف من الله فينا اشغلتنا لك الله اني انت تستاهل طيب ناصر خلوني اعطوني مساحه بالله تجي هنا ابو نايف تم طيب ناصر لبي الله يلبيك عطني ورقتين يلا وجهك ابو نايف يعطيك العافيه وجهك ابيض يا حبيبي نمونيه التصويت حلو خلاص احب كذا شيء شيء هذا البرنامج برعايه اي صح هذا البرنامج برعايه يا سلام يا سلام روعه ايه طيب حياك الله يا مرحبا يا مرحبا بك حبيبي شلونك الله يطول عمرك طيب الحمد لله ونشكره اسمع اي واحد فهد تجيب العيد والله لجدتك هنا والله طيب. العظيم والله العظيم يا عود لا التفت لك لمسك وجهك خلي يخلص ابو عبد الله خلي يخلص ابو عبد الله والله لا امسح به طيب فهد بالله خلونا بالله شوي جديه الحين طيب